ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن طرق قبول الدفع الالكتروني. في ناس كتير جدا بتسالني ازاي اقبل الدفع الالكتروني على المتجر بتاعي او المنصه التجاره الالكترونيه بتاعتي. طبعا بيبقى انت ايه الهدف في الاخر؟ ان انت في عميل بيطلب سلعه معينه دي بقيمه معينه، هو الهدف ان انت ازاي تحصل منه مبلغ السلعه دي. طبعا في طرق كتير جدا لتحصيل الفلوس دي. اول حاجه ويعني اللي حابين نتكلم عليها ودي اسهل حاجه ومشغله في كل الدول، اللي هي الكاش اون ديليفري. الكاش اون ديليفري او الدفع عند التسليم دي طريقه فيها انت بتبعت مندوب من شركه شحن او مندوب تابع ليك انت لو انت بتقوم بالتوصيل بنفسك، ما مش عن طريق شركه شحن. المندوب ده بيدي السلعه للزبون ويحصل منه قيمه السلعه، تمام؟ فدي اسمها الدفع عند التسليم. الدفع عند التسليم ده طبعا تقدر تعمله في اي دوله. ليه؟ لان هو مش محتاج اي حاجه، انت شركه الشحن اللي هي بتوصل هي هتحصل الفلوس، وغالبا كل شركات الشحن فيها الخدمه دي، او لو انت بتوصل بنفسك سهل جدا تخلي مندوب الشحن بتاعك يحصل قيمه المنتج وهو بيسلم السلعه، تمام؟ فدي من اسهل الطرق، ودي طبعا طريقه مهمه جدا في التجاره الالكترونيه. يعني تقريبا من 60 ل 70% من البيمنت او يمكن اقل من كده شويه بتتم عن طريق الدفع عند التسليم، مع ان في ناس كتير عندها كريدت كارد وفيزا الكترونيه وباي بال وحاجات تانية، والطرق دي طبعا فعاله ومقبوله وكل حاجه، بس يظل برضو الدفع عند التسليم مهم جدا، تمام؟ او من اهم الطرق. طبعا الدفع عند التسليم ده ممكن تعمله من غير اي اجراءات، ان هي انت مجرد ان انت بتعرف تشحن عندك شركه شحن مناسبه خلاص انت كده ايه قدرت تعمل ده بدون اي تكلفه اضافيه. طيب امال ايه الطرق التانية اللي احنا نقدر نستعملها؟ في عندنا طبعا من اهم الطرق برضو، بعد انا بقول لكم الطرق بالترتيب، يعني الاكثر انتشارا ثم الاكثر انتشارا ثم الاكثر انتشارا. فتاني طريقه على طول الباي بال. الباي بال من اكثر الطرق انتشارا في الدفع الالكتروني، لان في ناس كتير عندها حسابات باي بال، ان هو بيسهل لهم عمليات الدفع عن طريق ان هم بيربطوا الكريدت كارد بتاعهم في حساب الباي بال ويدفعوا بحساب الباي بال، بيسبب لهم شعور من الامان وان هم عندهم الكريدت كارد بتاعهم ما بيحطوهاش بشكل مباشر في الموقع عندك. فطبعا الباي بال ده مهم جدا. باي بال تقريبا شغال في 70% من الدول العربيه، يعني تقريبا الدول العربيه كلها اللي موجوده، مثلا مصر، الامارات، السعوديه، قطر، عمان، الكويت، البحرين، كل الدول دي باي بال شغال فيها، وتقدر تفتح حساب في الباي بال فيها وتحط الكريدت كارد بتاعتك وتقبل الدفع الالكتروني عن طريق الباي بال. اجراءاته اجراءات فتح حساب الباي بال فيه عشان تقبل الدفع الالكتروني بسيطه مش معقده. بيطلب منك بعض البيانات، اسم الشركه، تليفونات، ايميل، يطلب منك تفعيل البريد الالكتروني، يطلب منك ربط الكريدت كارد بتاعتك اللي انت هتستقبل عليها فلوسك او ربط الحساب البنكي بتاعك اللي انت هتستقبل عليه فلوسك. بيفعل الحساب ده بعد فتره معينه، بعد كده بتقدر تقبل الدفع الالكتروني. طبعا بتقوم بربط الباي بال ده بمنصه التجاره الالكترونيه بتاعتك، وده طبعا الربط ده متوفر عندنا في منصه اكسباند كارد. وطبعا الباي بال سهل جدا في التعامل، يعني الزبون لما يجي يدفع هيختار باي بال، هيحوله على موقع باي بال، هيدفع بالحساب بتاعه باي بال، او هيعمل حساب باي بال جديد ويدخل الكريدت كارد بتاعته يدفع بيها برضه، يعني ينفع كده او كده. بس هو في الاخر برضه ايه، طريقه غير مباشره لقبول الكريدت كارد مش طريقه مباشره، يعني لازم الراجل يكون عنده حساب باي بال. تاني طريقه من طرق قبول الدفع الالكتروني هي تو تشيك اوت. تو تشيك اوت دي شركه تقبل الدفع الالكتروني في معظم دول العالم، عشان كده هي شغاله كويس جدا في دول عربيه كتير جدا، زي برضو نفس الدول اللي قلتها قبل كده، مصر، الامارات، السعوديه، قطر، عمان، البحرين، الكويت. الدول دي كلها تقريبا شغال فيها تو تشيك اوت، ينفع تفتح حساب فيها وينفع تقبل الدفع الالكتروني عن طريقها. اجراءات فتح حساب عن طريق تو تشيك اوت، مهم قوي ان انت يبقى عندك شركه، ودي خليني اقول دي مهمه في طرق كتير جدا. يعني في بوابات دفع كتير جدا مش هينفع تفتح فيها حساب الا لما يبقى عندك ورق رسمي لشركه، سجل تجاري وبطاقه ضريبيه، ودي طبعا في معظم الدول العربيه بتبقى تكلفتها مش كبيره واجراءاتها بسيطه. يعني في معظم الدول بتبقى تكلفتها في حدود مثلا يعني مثلا من 200 دولار لحد 700 دولار على حسب الدوله. طبعا كل دوله ليها سياستها وليها حاجات، في دول بتعملها بشكل مجاني، في دول بتعملها بموضوع رمزي، بس يعني ايه بتبقى تكلفه بسيطه واجراءات بسيطه، ما هيش صعبه ولا حاجه، بتاخد وقت بسيط، وبيبقى عندك شركه رسميه، تمام؟ طبعا لازم عندك مقر، يعني لازم عندك مقر، عندك انشات الشركه، بقى عندك سجل تجاري، تقدر بقى ساعتها تفتح حسابات في البنوك، تفتح حسابات في شركات الدفع الالكتروني عشان تقدر تقبل بيها الدفع الالكتروني. فتو تشيك اوت بتحتاج ان انت تكون شركه حقيقيه،
وبتطلب منك طبعا متطلبات معينه، لازم المنتجات بتاعتك تكون منتجات عينيه بتتوصل للزبون، او منتجات سوفت وير، او يعني انواع معينه من المنتجات، وبيراجعوا الموقع بتاعك، لازم الموقع بتاعك يكون مكتمل، يكون فيه خصائص معينه بيراجعوها. طبعا الخصائص دي كلها متوفره لو انت فتحت معانا في اكسباند كارد، وهم بيراجعوه بيتاكدوا ان هو شغال مظبوط، وممكن ساعات بيحاولوا كمان يعملوا عمليه شراء من على الموقع بتاعك حقيقيه، ولو لقوا الدنيا كلها تمام بيفعلوا لك الحساب، وتقدر تربطه برضه مع المتجر الالكتروني بتاعك بسهوله. ثالث بوابه، بوابه الدفع هنتكلم عليها النهارده، اللي هي باي فورد. باي فورد دي طبعا مقرها في الامارات، ودي من اكبر بوابات الدفع، او يعني او يمكن اكبر بوابات الدفع في الشرق الاوسط كله، وهي شغاله طبعا في دول كتير جدا زي مصر، الامارات، السعوديه، قطر، عمان، ولبنان، والاردن. طبعا دي طريقه مهمه جدا، والناس اللي شغالين عليها فاهمين هم بيعملوا ايه، وكمان ان هم ليهم مكاتب في كل الدول العربيه، دي بيخليك اقرب ليهم، في خدمه عملاء كويسه، بتقدر الربط معاهم سهل جدا، خصوصا لو انت على منصه زي ماستر كارد، بتقدر تقبل الدفع الالكتروني عندهم عن طريق فيزا وماستر كارد وكل حاجه، والفلوس بتنزل في حسابك البنكي اللي هم بيقولوا لك عليه، بيقول لك ان انت تفتح حساب في بنك معين. طبعا اجراءاتهم برضو بسيطه وسهله جدا، وهم خدمه عملاء بتاعهم كويسين جدا، هيتعاونوا معاك على طول، بس برضو بتحتاج ان انت تكون شركه رسميه، يعني لازم يكون عندك برضو ورق شركه رسميه. رابع طريقه اللي هي فاتوره. فاتوره دي شركه بتقبل دفع الكتروني برضو، بس دي في السعوديه، في المملكه العربيه السعوديه. لو انت من هناك هتقدر برضو تتواصل معاهم، اجراءاتهم برضو سهله وبسيطه، ولازم برضو تكون شركه رسميه. الطريقه اللي بعد كده اللي هي باي تابس. باي تابس برضو دي منصه دفع الكتروني، وهي يعني مؤخرا في الوطن العربي عامله افكت حلو وعامله شغل متميز، فهم بوابه جيده جدا ممكن تقبل الدفع معاهم. طريقه فتح الحساب سهله جدا، تفتحها اونلاين من اي تو زي، مش اي مشكله خالص، بيطلب منك برضه تاكيد ان انت شركه، وبيراجعوا برضه الموقع بتاعك، بس اجراءاتهم اسهل اجراءات في الحاجات اللي انا قلتها دي، هي اسهل واحده باي تاب. برضه دي شغاله في دول محدوده شويه، ما شغاله في الامارات، في السعوديه، في الكويت، في قطر، في مصر، والبحرين. الطريقه اللي بعد كده اللي هي كينت. كينت دي شبكه دفع الكتروني، بتشتغل بطريقه جديده، مش بطريقه الكريدت كارد او الفيزا، لا، اي طريقه كده اسمها كينت، تبقى بطاقات معروفه. والطريقه دي شبكه الكترونيه موجوده بس في الكويت، وهي اسمها كينت، ودي برضو شغاله معانا في منصه اكسباند كارد، وهي طريقه حلوه جدا. طبعا لو انت من الكويت طبعا دي من احسن، لازم تعملها، يعني لو انت في الكويت لازم تكون شغاله عندك. برضه تطلب ان انت لازم تكون شركه، وبتبقى عن طريق بنك او عن طريق بوابه دفع بتدعم الطريقه دي، يعني كينت ما تقدرش تشترك معاه مباشره، يعني لازم تشترك مع بوابه بتدعم كينت او مع بنك، وهو يقدم لك خدمه كينت. الطريقه اللي بعد كده اسمها ماي فاتوره. ماي فاتوره دي شركه برضه شغاله في السعوديه وفي الكويت، وهي من احد البوابات، طبعا ما بتدعم فيزا وماستر كارد، بس من احد البوابات اللي بتدعم كينت، يعني لو انت اشتركت فيها وانت في الكويت شغال لك كينت وفيزا وماستر الثلاثه مع بعض، وهي البوابه دي طبعا ينفع تتكامل معاها برضو على منصه اكسباند. الطريقه اللي بعد كده ان انت ايه، ممكن تشترك مع بنك، يعني انت ممكن تقول خلاص بوابات الدفع الالكتروني دي حلوه وكويسه وكل حاجه، بس انا حابب ان انا اعمل اشتراك مع بنك، اشتراك رسمي مع بنك في بلدي، عشان ابقى خدمه العملاء بتاعتهم اقرب مني، ازورهم باستمرار، حاجات زي كده. فانت ممكن تدخل تروح مع اي بنك في الدولة اللي انت فيها، وتسأله اذا كان بيدعم خدمة الدفع الالكتروني. لو هو بيدعم الخدمة دي، هو هيبقى عنده بوابة دفع جوه البنك تبعه، هتطلب منه اجراءات التقديم، بيفتحها لك وكل حاجة. طبعا البنوك بتبقى اجراءاتها مكلفة، ميزة الحاجات اللي انا قلتها دي انها في منها ما بياخدش رسوم خالص، يعني زي بيبال مثلا عشان تفتح حساب عنده فور فري، ببلاش، مجانا. بي فورت مثلا بتاخد رسوم شهرية بسيطة جدا. تو تشيك اوت مجانا، فاتوره مجانا، بي تاب مجانا، كل الحاجات دي تقريبا مجانا. انما البنوك بتاخد رسوم لحد ما كبيره شويه، تطلب طبعا ان انت لازم تكون شركه، ولازم يكون عندك حساب في نفس البنك اللي انت بتفتح منه، ولكن مميزاتها ان انت ممكن تلاقي يعني نسبه الخصم من سعر المنتج لما يجي الراجل يشتري تبقى اصغر. الريت يعني ايه؟ يعني كل بوابات الدفع اللي انا قلتها دي بتاخد نسبه من ثمن البيعه، يعني مثلا لو حد جه اشترى منتج ب 100 ريال، بتاخد مثلا 2 ريال على كل بيعه، يعني على كل بيعه بتاخد مثلا 2%، تاخد 3%، تاخد كذا. فكل بوابه الدفع دي بتاخد نسبه، لازم تاخد نسبه منك. بتختلف بقى من بوابه لبوابه، البنوك عاده بتبقى اقل من بوابات الدفع العاديه. طب هي الريت الطبيعيه من كام لكام؟ الريت الطبيعيه يعني المفروض تبدا مثلا من 2.5%،
لحد 3% 4%، اعلى من كده تبقى البوابه دي يعني مش حلوه قوي. لكن لو قدرت توصل بوابه تشتغل معاها ب 2.5% يبقى حلو قوي. لو البنوك ممكن توصل ل 1.5% لو انت يعني قدرت توصل لاتفاق معين مع البنك، او البنك نفسه كان بيدعم الخدمه دي بشكل كبير، فممكن يقدم لك ريت كويس جدا ممكن توصل معاه ل 1.5%. فالبوابات الدفع عاده بتاخد نسبه من المبيعات وبتاخد رقم ثابت على كل عمليه كمان. يعني في بوابات دفع تقريبا انا قلتهم كلهم دول بياخدوا نسبه ثابته على كل بيعه، يعني بياخد 2% مثلا من البيعه وبياخد 30 سنت من البيعه. فمثلا لو بيعه مثلا ب 100 دولار، ياخد 2% اللي هي 2 دولار وياخد 30 سنت اللي هي يبقى خد 2.3 دولار مثلا. او لو حسبناها بالريال، لو سلعه ب 100 ريال برضه نفس الكلام، هيخصم 2 ريال ويخصم 3 من 10 30 هلله، يعني يبقى 2 ريال و30 هلله من ال 100 ريال بياخدهم منك مقابل تحصيله الفلوس بالفيزا والماستر كارد وان هو يحط لك. فالريت دي طبيعيه، يعني لو حد وصل لزي 2.5% مثلا و30 سنت ده حلو. طبعا في طرق تانيه برضه لقبول الدفع، زي ايه؟ الطرق القديمه بقى اللي هي البنك ترانسفير، التحويل البنكي. ممكن تطلب من العميل ان هو يعمل لك تحويل بنكي على حسابك في البنك وتدي له رقم الحساب واسم البنك والسويفت كود والبيانات بتاعت البنك يعني، وهو يبدا ينزل البنك بتاعه يحول لك او يحولها لك اونلاين لو عنده حساب اونلاين في البنك، يحولها لك يعمل لك تحويل بنكي او اسمه واير ترانسفير. التحويل البنكي ده طبعا حلو جدا. ليه بقى؟ ميزته ان هو بيوصل لك الفلوس تقريبا كامله، لو في رسوم العميل هو اللي بيدفعها مش انت، وبتبقى رسوم مش كبيره وبتبقى ثابته، يعني ما بتبقاش نسبه، تبقى رسم ثابت كده مثلا 5 دولار 10 دولار 20 دولار حاجه كده ثابته مهما الرقم ده. فدي بتبقى ايه؟ طريقه دفع كويسه. طب ايه عيوبها؟ ان تاكيدها مش سريع، يعني مثلا كل بوابات الدفع اللي فاتت دي لما العميل يدفع بالكريدت كارد او الماستر او كده انت بتعرف على طول ان هو دفع، بوابه الدفع بتبلغك على طول عن طريق التكامل مع المتجر بتاعك، تجيب لك تنبيه ان الراجل ده دفع، الدفع تم، بتعرف ساعتها. انما البنك لا، التحويل البنكي ممكن ياخد يومين لو هي في دوله تانيه، يعني ممكن ياخد يومين، ياخد 3 ايام، ممكن لحد 5 ايام لو هي في نفس الدولة، ممكن برضو يوم يومين على حسب. وفي نفس الوقت عشان تأكده لازم تخش على حسابك في البنك اونلاين او تكلم البنك او تروح البنك، يعني بيبقى اصعب شوية من الفيزا والماستر والكينت والحاجات الالكترونية. فانا انصح بالطريقة دي لو انت هتقبل، لو انت المنتجات بتاعتك غالية، يعني لو المنتجات بتاعتك مثلا اكتر من 1000 دولار ممكن ساعتها ايه تتيح الوسيلة دي. لكن اقل من 1000 دولار يعني الاسهل للمستخدم وللزبون يعني وليك ان انت تقدر الدفع الالكتروني بالفيزا او الماستر او الكاش اون ديليفري، او تعمل اللي هو الدفع عند التسليم. انما التحويل البنكي يبقى احسن في الحاجات الكبيره. في زيه برضه زي التحويل البنكي بالظبط، برضه التحويل يعني اسمه ويسترن يونيون. ويسترن يونيون دي شبكه تحويل اموال عالميه، وطبعا بتحول من تقريبا من كل الدول لكل الدول. برضه نفس الكلام بتاع البنك، برضه عشان تحول لازم هو ينزل يروح ويسترن يونيون يودع الفلوس بايده وياخد رقم التحويل يبعته لك، تنزل لسه ويسترن يونيون تديهم رقم التحويل تاخد الحواله من هناك. طبعا عمليه كبيره برضه، فانت برضه ما انصحش بيها الا اذا كانت الرقم كبير، يعني عمليه البيع منتج غالي قوي، او مثلا جمله بتبيع بالجمله، مثلا في متجر عندنا مثلا بيبيع بالجمله، بيبيع منتجاته كلها كده، لازم تشتري مثلا 15 قطعه اقل حاجه مثلا من ايتم معين، فبيبقى الرقم كبير فينفع يستخدم الوقت. في طرق طبعا جديده طلعت زي شركه بي فورد، طبعا زي ما قلت لك شركه رائده ومتقدمه جدا في الوطن العربي، فمطلعه طرق جديده. زي ايه مثلا؟ عامله طريقه اسمها سداد، وفي مصر اسمها انستولمنت. الطريقه دي بتتيح لك ان انت تقسط سعر المنتج للعملاء، طبعا حاجه جامده جدا، ان انت مثلا بدل ما العميل يدفع رقم السلعه كامل ليك، لا هو بيقسطها مثلا على 12 شهر على 6 شهور على كذا، وبي فور او شبكه الدفع دي يعني بتدفع لك الرقم كامل انت عشان انت ما تاثرش عليك، انت تاخد رقمك كامل اول ما العمليه تتم، وهي بتحصل بقى الاقساط من العميل. فطبعا انت كده تبقى تحت اقساط للعميل وما خسرتش اي حاجه، انت خدت الفلوس كامله. فاهمني؟ طبعا بي فور طبعا لسه بتاخد منك برضو نسبه من البتاع زي ما اتفقنا، بس بتبقى نسبه مش كبيره. فدي برضو طريقه جديده، ونحاول برضو ان احنا في المتاجر بتاعتنا نقبل طرق الدفع الجديده واكتر، عشان كل ما تقبل طرق دفع اكتر انت كده يعني بتجتذب عملاء اكتر وبتخلي ناس اكتر تقدر تشتري من عندك. فدي حاجه مهمه ان انت دايما لازم تقضيه الحته دي، لازم تحسن الحته دي عندك. وزي ما قلت معظم طرق الدفع محتاجه ان انت تبقى شركه، بس لو انت مش شركه ممكن تستعمل بنك ترانسفير على حسابك الشخصي، ممكن تستعمل ويسترن يونيون على اسمك الشخصي، ممكن تستعمل باي بال، ممكن تستعمل الدفع عند التسليم وحاجات زي كده. بس طبعا الافضل في التجاره الالكترونيه لو انت فعلا عايز تبدا صح وتبقى عندك بزنس ينجح وتكسب منه ملايين الدولارات،
الصح ان انت لازم تبقى شركه، لازم تبدا شركه بس. فده ده اللي انا كنت حابب اقوله في قبول الدفع. ان شاء الله قبول الدفع سهل، واحنا الفريق الدعم عندنا بيساعد كل العملاء ان هم يعملوا الدفع، وحتى بنهندل لهم الاتصال مع شركات قبول الدفع، واي نماذج بيطلبوها بنقول لهم بيملوها ازاي، وكل البيانات دي بنساعدهم فيها. ولو في اي حد عايز حاجه يرسل لي في الكومنتات السؤال، وانا بسعيد جدا ان انا اجاوب عليها. وشكرا جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.